يضع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اللمسات الأخيرة على مشاركة سموه والفريق البحريني للترايثلون في بطولة شمال الولايات المتحدة الأمريكية للرجل الحديدي، والتي ستقام في تكساس يوم السبت، ومن المؤمل أن تشهد مشاركة كبيرة وواسعة من قبل مختلف لاعبي دول العالم من المحترفين والهواة ومحبي هذه الرياضة. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والفريق البحريني قد اختتموا تدريباتهم في السباحة، بالإضافة إلى إنهاء تدريبات الدراجة والجري قبل الانتقال بالتدريبات إلى موقع إقامة السباق، وذلك بهدف التعرف بشكل أكبر على المواقع وطبيعتها قبيل خوض غمار السباق. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن سباق شمال الولايات المتحدة الأمريكية للرجل الحديدي والذي يقام في تكساس يعد من السباقات التي تمتلك مكانة كبيرة بين جميع السباقات باعتباره الأقوى من كافة النواحي، مشيرا سموه إلى أهمية المشاركة البحرينية في السباق والتي ستسهم في تأكيد التواجد البحريني في المحفل الرياضي الكبير، إضافة إلى تحقيق جملة من الأهداف الرائدة والمستقبلية والتي من بينها نشر مفاهيم وقيم سباقات الرجل الحديدي وتعريف المشاركين في هذا السباق بفريق البحرين للترايثلون والإنجازات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الماضية، علاوة على إثبات قوته باعتباره رقما صعبا في جميع البطولات. السر ان احنا ما نكون واقفين ومريحين يعني زياده عن اللزوم، احنا المفروض ان نواصل التدريبات لين اخر يوم، هذه اخر تدريب دراجه بالنسبه لنا، وبعدين نشوف ايش اللي تحتاجه اخر لمسات يعني الدراجه والقيور اشياء يعني تفصيليه في الدراجه، وبعدين ان شاء الله يكون عندنا بس اليوم راحه بعد هالدراجه، هذه اخر تمرين، بكره ان شاء الله عندنا تسليم الدراجة لمنطقة السباق، سباحة خفيفة، جري خفيف، وبعدين إن شاء الله السباق بإذن الله.